تبارك وتعالى في آخر سورة الأحزاب قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وهذه الآيات يتكلم الله تبارك وتعالى فيها عن أناس أدخلوا النار بسبب متابعتهم لأئمة من أئمة الضلال في هذه الدنيا. قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، أي ينصرهم يوم القيامة، يوم تقلب وجوههم في النار، تقلب وجوههم في داخل نار جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون، بيتكلموا جوا جهنم، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، بيقولوا يا ريت لو نحن أطعنا ربنا تبارك وتعالى وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وديل لا أطاعوا ربنا تبارك وتعالى ولا أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، كان عندهم سادة وكبراءنا، وعندهم كبراء تابعوهم وأطاعوهم من دون الله تبارك وتعالى وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أدخلهم الله تبارك وتعالى النار. عشان كده الله عز وجل في سورة الشعراء ربنا قال: فكبكبوا فيها هم والغاوون. ما هناك الله قال يوم تقلب وجوههم في النار، وهنا الله عز وجل قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، والضمير يرجع إلى جهنم. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله، تخيل مشرك دخل جهنم بيحلف في الله، هنا بيحلف بالشيخ، لمن دخل جهنم بيحلف في ربنا تبارك وتعالى. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. قالوا الناس اللي أضلونا دي المجرمين، شيخ طريقة رفتا رئيس منظمة وأنا جايك أنت كلامي، قال وما أضلنا إلا المجرمون. عشان كده ربنا عز وجل قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. انت لابد تعرف المجرمين ديل من أول حاجة عشان تحذرهم وما تجي تقول الكلام ده يوم القيامة: وما أضلنا إلا المجرمون وما فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، إلى آخر الآيات من سورة الشعراء. الله قال أنا جماعة ديل قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كان عندهم أولياء، بل واضح كده وبجيب لك الآيات، عندهم أولياء ساووهم بربنا تبارك وتعالى. الله عز وجل قال ألا لله الدين الخالص، طيب ربنا تبارك وتعالى قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الله عز وجل في سورة الزمر قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ديل عندهم أولياء دارين يتقربوا بهم لربنا تبارك وتعالى. في سورة يونس ربنا تبارك وتعالى قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ديل أولياء دارين يتقربوا بهم لربنا عز وجل. فهمت؟ بعد النبي عليه الصلاة والسلام أعلن عليهم الحرب، فهمت؟ وسفى آلهتهم وسب آلهتهم وعاب دينهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء المشركون عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وشل بتاعت شفاتة من المشركين الزمان. ناس أبو جهل وجماعة المعام جول يا أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي إن ابن أخيك يسب آلهتنا ويعيب ديننا ويضلل آباءنا. قال الزول ده الأولياء بتاعنا دين ما يتكلم فيهم، سباهم. شفت الرسول عليه الصلاة والسلام كان شغلته كيف بيتكلم في الأولياء بتاعنا النازل. فإنت شوف أي إمام بتاع ضلال يعبد الآن في هذه البلاد، برعي، كباشي، ركيني، صايم ديمة، الياقوت، مين كلهم، أي طاغوت، شيخ طريقة يعبدوا من دون الله، ديل لابد تصرح بالكلام فيهم. فهمت كلامي؟ ديل أضل الناس يا أخي الآن في السودان إلا من رحم الله، القليل جدا من يعتقد كل الاعتقاد في الله تبارك وتعالى. ده عنده عقيدة في البرعي، وده في الكباشي، وده في الصايم ديمة، وده في الركاني، وداك بيطير، وده بريك، وده بدي الجنة، وده بيعلم الغيب، وده بنزل المطر، وده بولد النسوان، وده ما عارف ليك، وده بدخل المدرسة. هاوس كلام فارغ. فهمت؟ عشان كده ربنا تبارك وتعالى قال وما أضلنا إلا المجرمون. ده المجرمين الله قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أوعك تعمل لك دجن، فهمت؟ وتقعد تتربع وما دار توري الناس الحاصل، وريهم المجرمين ديل ولا انت ذاتك مجرم، فهمت؟ ولا توريهم تقول لهم ده مجرم وده مجرم، ما تتابعوهم عشان ما تخشوا جهنم، ولا انت ذاتك يا بتجن، فهمت؟ مجرم انصار سنه ولا غيره، امشي افتح بلاغ. انت كلامي مجرم من المجارمه وبنجيك اصبر بس. انت كلامي الله عز وجل قال الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء. عشان كده الله عز وجل قال قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء 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 عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. عشان كده ما يغشك صوفي مسكين يقول لك ديل اولياء، افرض انه اولياء وديل ما عندهم علاقه مع الولايه، لا اولياء ولا شتين، ما اولياء ابدا، لا من بعيد ولا من قريب، برعي ما ولي، كباشي ما ولي، صايم ديما ما ولي، دي حاجه نحن مؤمنين بها تماما. امتى؟ لو كانوا أولياء لا يعبدوا مع الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا تبارك وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ربنا تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أنت الدعاء حق الله، التوكل على الله، الخوف من الله. رجل ليلة الصوفية في بلدنا دي يصرف العبادات دي كلها يصرفها للشيوخ كلها. فهمت؟ البرعي في الكتب بتاعته وفي المدايح حقته يدعو الناس انه يعبد الشيوخ. في الليل الهادي بنادي سيادي، عنده سياد جملة وفرادي، بنادين بالجملة يا أهل الله الحقونا، وبنادين بالفرادي يا فلان يا فلان ويا الطاقية ويا الجلابية، بنادين بالفرادي. وإذا ناديتهم بالجملة ولا بالفرادي أنت مشرك بالله تبارك وتعالى. أنت قم يا أخي ناديهم لي، الكلام ده ما في أبدقن، كلام ده ما في البلد دي راقد. إذا عاد شغالة صباح ومساء تنشر الشرك. قم يا أخي ناديهم لي رجال الله البزيل البي، قبل فوق نادي أهل الزوق، قبل ورا نادي بشرة، قبل قدام نادي الهمام، قبل صعيد نادي عوض الجيد،
قبل يمين نادي الصالحين. وطيب الله بتنادي متين انت؟ الله بتنادي متين بجاي الصالحين وبجاي عوض الجيد وبجاي ابشره قدام البرعي فوق ما اعرف ليك ابزوق. الله بتنادي متين؟ ربنا عز وجل قال وقال ربكم، ولسه في ناس دارين يورم ربكم ده من ذاته. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ده ربنا تبارك وتعالى. يجل البرعي الناب خطب في البلاد نزيله، قل يا ولي الله اسماعيل. تنادي اسماعيل وتخلي ربنا تبارك وتعالى شرك بالله عز وجل يصدع به البرعي في الكتب وفي المدايح، ونحن نسكت؟ والله ما بنخليه برعي ولا غيره، كلهم ما بنخليه كلهم. وامشي افتح بلاغ كما فعل شيخ اللمين، انت فتح بلاغ وزاق قال ننسيناه ننساك تبتتنسي ما بنخليه انت ابدا شيخ اللمين ولا غيره. عشان كده ربنا عز وجل قال في الـ في الـ في الـ في الـ في السورة سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. عشان كده ربنا عز وجل في سورة السجدة الله قال ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا إلى آخر الآيات. أنت فإنت مشرك ما تشم ريح الجنة أبدا. ربنا تبارك وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آخر شيء تكلمنا عنه هو قول الله تبارك وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وقلنا أن المجرمين هم سبب في دخول النار. مجرم يعبد من دون الله تبارك وتعالى يدعو الناس إلى عبادة غير الله عز وجل، يدعو الناس إلى عبادة الشيوخ والفقراء والقباب والأضرحة من دون الله تبارك وتعالى أمثال البرع والكباشي والمكاشفي والركيني وكل شيوخ الصوفية هم بنص القرآن مجرمين. دي خدك معلومة نمرة واحد، دي المجرمين لأنهم دعوا الناس إنه يعبدوهم هم أو يعبدوا الشيوخ بتاعهم، يعني الصوفي واحد من اثنين، يا قال لك عبدني أنا زي المرغني يمتى إن مهما يكن من خطب فقم وانده وقل يا مرغني آتيك بسرعة بيجيك طوالي. قال لك ده كفر بالله عز وجل، قال لك عبدني أنا أو قال لك عبد فلان الفلاني زي البرعي. إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا. ده البرعي ده الآن في السودان شيخ السودان ولي في السودان هنا ولي، وناس عارفين الحاصل ده كتار عارفين الحاصل وما دارين يتكلموا. منظمات تصرف ما أعرف ريال ولا بقول لجنو ذاك سعودي فهمت، وعربات لافة ومكاتب المكتب الدعوة ومكتب السجمرمات فهمت، إحسان منظمة الإحسان منظمة إنسان الرسالة كلهم منظمات فارغة ما عندها علاقة بدعوة السلف فهمت. وكم قاعد هنا بتاع إحسان قم على حيلك تعال فهمت. فاديل مجرمين البرعي قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم
وأنتم حمايتي. البرعي قال حامنوا الشيوخ بتاعهم كذاب. أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي؟ ربنا عز وجل قال إن كل نفس لما عليها حافظ. دي لسه البرعي ما فاهمة. أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله وأنتم تشاءون ما قد شاء لله دركم. كفر بالله تبارك وتعالى بينشروا شيخ الزريبة فهمت. والآن عنده أتباع في السودان في الخرطوم شندي خرطقة نيالة ما أي مكان في السودان عنده أتباع تابعين البرع ده. انت كذول سلفي او تتمسح بالسلفية ساكت ما عندك بقى علاقة ما تفتح خشمك افتح خشمك بس قادرين. هؤلاء الشباب عندهم تسجيل رافعينه في اليوتيوب واحد ناس الاحسان منظمة الاحسان واحد ما عندك حاجة كيسك فاضي وما اظن انه عندك كيس اصلا انت رافعين تسجيل واحد في اليوتيوب الرد على مزمل وابو بكر ها ديل عشان ما في ذول بدافع عنهم من السودانيين فهمت. ما في ذول بيشيل عكاز وبقول لك ما تتكلم في مزمل تكلم ساكت فهمت. لكن انت ما تتكلم عن البرعي يا بتاع الاحسان عمل محاضره فهمت عمل محاضره ما تتكلم انت جيبنا نحن بنتكلم عمل ساكت منظمه الاحسان الضلال البرعي نحن بنتكلم يدقونا نحن فلقونا نحن فهمت يدخلونا السجن نحن ما عندنا مشكله انت بس عمل محاضره منظمه الاحسان تقدر ما بتقدر بترجف ترجف ما عندك علاقة بالدعوة يا منظمة الإحسان أرجل واشتغل دعوة زي الناس ولا تخارج زيح كده ما طقشك نفرتك مخك ساي انت كلامي ده الآن كلامه في كل الإذاعات شغالة إذاعة الكوثر إذاعة الرياضية بعد الكورة تنتهي متحل البرعي فهمت إذاعة مين الفرقان دي بتاعت جبهية بتاعين أنصار سنة انت إذاعات شغالة قناة النيل الأزرق قناة أم درمان قناة مين قناة السودان تنشر لهؤلاء وانت عمل لك كم قناة قناة الاستجابة قناة ما عارف نور قناة شنو ما عارف لك بس شغالين شاي الصباح وما عارف لك وهلم بلادي وهلم ما عارف ما عندك على اتكلم في الدين يا اخي الله يهديك اتكلم في الدين اتكلم في التوحيد كلم الناس زي الناس يعرف الصلاة والصيام والزكاة ولو ما عارفينها اول حاجة تكلمهم بالتوحيد اول حاجة تكلمهم انه شيوخ الصوفية برعي وغيره ديل طواغيت لا يعبدوا مع الله تبارك وتعالى لا يدعى البرعي ولا الكباشي ولا الركاني ديل يا اخي خلق الله خلقهم الله خلقهم انت ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ربنا تبارك وتعالى قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إمتى رسل عليهم الصلاة والسلام ضربوا وأوذوا. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب وأوذي وطرد من بلده عليه الصلاة والسلام بسبب دعوته للتوحيد وتصريحه بالعداوة لأهل الشرك والمشركين. إمتى وإنت ساكت أحبا أنصار السنة وين السنة وين السنة بتاعتك وين كذاب مجرم انت والعينك وابقى راجل تعالينا ابقى راجل تعالينا بتاع الإحسان ولا غيره كلهم وامشي افتح بلاغ انت كلامي تعال إحسان بتاع شنو وإحنا فاضل لك قال لك فاضل لك والله تاخد شلوت ولا تاخد بنية في امتى في ناسنا ان شاء الله قاعدين انت كلامي انت أوعى بتاع إحسان. ربنا عز وجل قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والله يا درويش ولا يا بتاع الإحسان لا بنخاف شفتها من فكي ولا من قبة ولا بنخاف من موت ولا بنخاف من أي حد مش في الدعوة دي ولا أي حد لأنه ما عندنا قريش دايرينه من الناس ولا دايرين قطع أرض ولا دايرين نسوان دايرين الناس تعرف إنه الله الواحد هو الذي يعبد ما له شوف الصوفية ما يعبد ده غالبك تقوله غالبك تقول الكلام ده مخزلين مرض عاملين فيها دعاة للتوحيد منظمة زعموت تعالي انت وزعموت عشان نزعمتك انت قالين ادب سوء
سفهاء بالله سفهاء دارين يلعبوا بدعوة ربنا تبارك وتعالى ها ما كل لك قروش يا اخي انت وكل قروشك وفوت انا سالتك وكل قروشك دي وامسي خشمك او تلف الشباب ما تمشوا تحضروا لجماعة ديل والجماعة ديل لو حضرت معاهم بنفصلك افصلهم شت كلهم افصلهم الله عز وجل ببدلهم بناس احسن منك ما انت ذول عيان احسن ذاته يفرقوك وانت ان شاء الله قال لك يفصلوا الشباب في الخلوة كلهم خليهم يمشوا يشتغلوا دعوة في التوحيد دعوة للتوحيد يكلموا الناس يا اخي يعبدوا ربنا تبارك وتعالى وحده لا شريك له نحن قوم ده كلام الصحابي الجليل ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا بتاع الإحسان كلم النازل كلمهم لكن دعاة شر دعاة سوء فهمت كما قال الحكمي دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا ما بين مستعلل منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد لهم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا وفي الضلالات والأهواء لهم شبه وعن طريق الهدى والحق قد بلدوا صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا بهت بما شهدوا عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا كأنهم استرى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا امتى ديل الجماعة بتاعنا الإحسان ديل امتى وأنا ما دار طويل على الجماعة شيخ مزمل الحمد لله رب العالمين الشيخ مزمل يعني بجد يا جماعة 4 دقائق دي والله زي ما بقولوا ما بدي لنا الريك يعني احنا دايرين 40 اضربة في 5 ان شاء الله مش يا جماعة عديلة تفضل يا شيخ